أولا أنا سعيدة جدا بالدعوة المجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج، هذا شرف بالنسبة لي ككاتبة مغربية مقيمة في برلين للمشاركة في حدث ثقافي مغربي مهم اللي هو المعرض الدولي للكتاب بالرباط. أعتز للمشاركة هنا أولا كواحدة من مغاربة العالم، وكذلك لأنه أنا أعتبر نفسي يعني المعرض هو جزء من تكويني، يعني حضرت الدورة الأولى التي كانت قبل حوالي 30 سنة وأنا طفلة، وأن أكون اليوم يعني من قارئة صغيرة أن أكون مشاركة هنا اليوم في المعرض الدولي هو بالنسبة لي يعني حدث كبير، مزيد من الإغناء لي ككاتبة، وأيضا الجانب الإنساني أيضا مهم كذلك. اليوم سأقدم عملي الروائي الجديد العشيق السري لفراو ميركل، وهو عمل روائي متخيل يتحدث عن عدة قضايا، يعني لا أريد أن أحرق القصة، لكن يتحدث عن عشيق سري بالمعنى أنه هو الذي يعشق ميركل ويعتقد أنها هي أيضا تبادله الحب. هنا أقارب موضوع المرض النفسي، متلازمة كليرامبو وهي أحد الاختلالات النفسية، وكذلك الأهم في هذه الرواية من وجهة نظري هو موضوع الهوية، اضطراب الهوية، التمزق ما بين حضارتين ما بين دينين، التحديات التي تواجه كذلك الأطفال من أصول عربية في أوروبا، يعني هم في عالم في البيت هم يعيشون تقاليد ويعيشون أجواء معينة، تعود للبلد الأصلي ولكن ينفتحون كذلك على ثقافة أخرى مغايرة، ومن هنا تظهر العديد من التحديات. فهذا باختصار هو موضوع الكتاب الجديد.